تفاصيل مقتل إيمان أرشيد بنت الأردن اللي اتقتلت للأسف داخل جامعة الأردن، داخل كلية التمريض بجامعة العلوم التطبيقية في الأردن. اللي حصل يا جماعة كالآتي، إن إيمان أرشيد يعني اللي واقفة قدام حضراتكم دي أو اللي صورتها واضح قدام حضراتكم دي، الواقعة بتاعتها حرفيا دلوقتي هزت العالم العربي كله. شاب من ضمن الشباب اللي موجودين في الأردن دخل عليها وأطلق عليها النار. طب إيه اللي حصل وإيه التفاصيل؟ كل ده هنقوله إن شاء الله في الفيديو بتاعنا النهاردة. بس قبل أي حاجة أتمنى بالله عليكم تدعو لها بالرحمة، لأن هي دلوقتي أنا متأكد بإذن الله بإذن الله هتكون في الجنة، لأن هي اتقتلت غدر، فزيها طبعا زي عندنا في مصر الطالبة طالبة المنصورة أو فتاة المنصورة الطالبة نيرة أشرف. اللي حصل يا جماعة ان الشابة اللي قدام حضراتكم دي اللي بتدرس في كلية التمريض في الأردن في جامعة العلوم التطبيقية اسمها إيمان أرشيد، كانت في الجامعة بتاعتها الجامعة الخاصة طبعا في الأردن، كانت واقفة في وسط الجامعة، فواحد راح جاي راح ضارب عليها نار، ضرب عليها نار وهي واقفة، ضرب عليها 5 رصاصات، واحدة جت في دماغها واربعة جم في جسدها في جسمها يعني بس، وبعد كده جري. الناس طبعا حاولوا يمسكوه، افراد الامن الموجودين في الكليه وفي الجامعه حاولوا يمسكوه، والناس العاديه حاولوا يمسكوه، ولكن للاسف جري. طب مين هو الشخص ده وليه عمل كده؟ اولا مين هو الشخص ده؟ الشخص ده لحد دلوقتي محدش يعرف هو مين. في ناس كتير بتقول ده كان بيحبها على شبيه مثلا الشاب اللي كان بيحب نيرة اشرف اللي عندنا في مصر، ولكن صدقوني لحد دلوقتي مفيش اي اخبار، وكل اللي بيقول كده بيفتي من دماغه وبيقول اشاعات. لحد دلوقتي محدش يعرف، والدليل على كده ان هو ما اتمسكش لحد دلوقتي، فطبيعي ان هم مش هيعرفوا، هيعرفوا منين؟ هو ما اتمسكش اصلا عشان يعرفوا مين ده، دي حاجة. الحاجة التانية كان لابس قبعة سودة او يعني شراب اسود، عارفين طبعا الحرامية او اللصوص لما بيكونوا بيسرقوا حاجة او بيقتلوا حد بيلبسوا قبعة سودة، فده كان لابس قبعة سودة. طب ايه السبب؟ السبب يا جماعة لحد دلوقتي برضو محدش يعرفه، حتى في الأردن بيحاولوا يوصلوا للقاتل ده، لحد دلوقتي مش قادرين يوصلوا له، مش عارفين يوصلوا له. ادعوا لها بالله عليكم بالرحمة، لأن هي دلوقتي خلاص يعني في دار الحق واحنا في دار الباطل. ادعوا لها بالرحمة بالله عليكم. اشكركم جدا لو كملتوا معايا لحد النهاية، وآسف آسف آسف لو طولت عليكم، بس أنا بحب دايما أتكلم بالتفصيل الممل.